أهلا بحضراتكم من شرم الشيخ، أحييكم. حضرنا منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والحقيقة أنه تناول موضوعات مختلفة للغاية، وإن كانت كلها تصب في نفس المكان، الشباب وما يتعلق بالمستقبل، وإن كانت هناك حالة من الاختلاف والتنوع مما أثر الحقيقة أعمال المنتدى. يسعدني أن أستضيف هنا الدكتور عادل عبد اللطيف، مستشار شؤون الاستراتيجية للمنطقة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أهلا بحضرتك. أهلا بك محمد. سعادتك كنت ضيفا للمنتدى وحضرت في جلستين. الحقيقة أنه الاثنين يهموا المستقبل بشكل بعيد. الجانب الأولاني، ودعنا نتحدث أولا عن التغيرات المناخية في العالم. حدثت تغيرات مناخية، أثبت العلم ذلك، يعني الاحترار وغيرها من الظواهر الطبيعية التي أثرت على مناخ العالم، وربما تؤثر أيضا على الحدود. هذا يستغرق طبعا يعني عددا أكبر من السنوات، لكن في النهاية هناك تأثيرات ربما تبدو خطيرة. مدى التهديد الحقيقي على مستقبل هذا العالم، فلنقل خلال 100 عام مثلا؟ يعني أنا أحب أبتدي في البداية أن أنا أوضح للمشاهدين إيه حجم المشكلة. يعني المشكلة أصلا أنه استخدام ما يطلق عليه الوقود الأحفوري، اللي هو الفحم والنفط والغاز، بيؤدي إلى انبعاثات اللي هي بتزيد ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون بيؤدي إلى ما يطلق عليه الجلوبال وورمينج، اللي هو الاحترار العالمي. الاحترار العالمي ده بيختزن أغلبه في المحيطات نسبة 93% منه. طبعا معناها انه درجه حراره المياه في المحيطات بترتفع، وده بيؤثر بشكل طبعا على المناخ، وعشان كده بنقول الاحترار العالمي يؤدي الى تغير في المناخ. القضيه الاشكاليه هنا انه هذا التغير لن يعود الى الوراء، بمعنى انه ممكن تكون جدا في تغيرات مناخيه بسبب الطبيعه، وبالتالي بتكون وقتية أو لمدة مثلا عدة سنوات، وتعود بعد ذلك إلى حالاتها الطبيعية. يعني حتى في القرآن لما في سنوات العجاف، دي كانت نتيجة تغير في المناخ، لكن هذا التغير كان بسبب طبيعي، وبالتالي يعود بعد ذلك المناخ إلى طبيعته. لكن إحنا وصلنا إلى نقطة العودة، بمعنى أنه درجة حرارة الأرض سيزداد سوءا. يعني بمعنى ان احنا في الثورة الصناعية اول ما ابتدى الاحترار العالمي وتزايدت وتيرته منذ الاربعينات والخمسينات، نتيجة انه عدد الدول اللي بيستخدم هذا الوقود بيزيد، وعدد السكان بيزيد، وبالتالي الطلب عليه بيزيد. فاحنا وصلنا الى نقطة اللي حصل في اتفاقية باريس، اللي يمكن اغلب المشاهدين يسمعوا عنها، انه توافق العالم انه الاحترار العالمي حصل، وان احنا بنحاول ان احنا نخلي درجة الحرارة ما تزيدش عن درجتين مئويتين. طبعا درجتين مئويتين في العالم كله كتير. طبعا ده كتير، لانه في مناطق ممكن تكون اكثر، احنا بنتكلم على متوسط هنا. طبعا ده بيترتب عليه تاثيرات ضخمه جدا، اغلب هذه التاثيرات للاسف بتؤثر على الدول الضعيفه او المجتمعات اللي هي موجوده في مناطق اصلا فيها ندره في الموارد. يعني ممكن الدول اللي بتلوث، الاغلب التلوث بيجي من حوالي 5 أو 6 دول فقط، الولايات المتحده الامريكيه بس، الصين قبليها، دول الاتحاد الاوروبي، روسيا واليابان والهند، والباقي كله نسبته ضئيله جدا. دول ذات التعداد والصناعه مع بعض. ذات التعداد والصناعه، لكن بتلاقي مثلا ممكن 100 دوله. الولايات المتحده لا تبدو راضيه كثيرا عن اتفاقيه باريس، ويعني الراي صحيح متغير. صحيح، يعني هو في اشكاليه في الموقف الامريكي، لانه اغلب العلم الخاص بتغير المناخ واكتشاف هذه الظاهره والكتابه عنه بغزاره وتوثيقه كان في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من أجهزة حتى أفلام هوليوود يعني صحيح الموضوع. حتى أغلب يعني الأجهزة اللي بتنفق عليها الولايات المتحدة الأمريكية زي وكالة الفضاء الأمريكية، ووكالة أيضا الخاصة بالمحيطات والغلاف الجوي، وهي وكالة وطنية تنفق عليها، بتصدر تقارير، يمكن بعضها صدر من أيام قليلة، بتثبت أنه في ظاهرة تغير المناخ بتؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى صدر تقرير عرض على الكونجرس من يمكن أسابيع قليلة، يثبت أنه في 10 سنوات الماضية تأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بظواهر أدت إلى خسارة 350 مليار دولار للخزينة الأمريكية بسبب تغير المناخ. هذا الموقف أصلا يعني ليس له
سند علمي، إنما هو موقف سياسي اقتصادي ليس موجود فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما في دول أخرى. إنها بتعتبر إنه أولا وقود الأحفوري النفط والفحم والغاز أولا وقود أقل يعني كلفة من الطاقة الجديدة المتجددة، وبالتالي في صعوبة إنه الاقتصاد يتحول بشكل سريع إلى لكنه سينضب من العالم. يعني الوقود الأحفوري سيجيء يوم لن يكون موجودا بنفس الكثرة. لكن دعني أعود مرة أخرى إلى أجواء المنتدى، نربط ذلك بالمنتدى. عرفنا أن هناك يعني مشكلة أين تسير، لكن ماذا تمت مناقشته، وما يعني وما يمكن أن يؤثر بالفعل على شباب العالم يعني خلال كم سنة؟ طبعا الشباب هيعيش في عالم فيه تحديات أكثر من التحديات اللي احنا بنعيشها النهاردة، لأنه الاحترار العالمي بيؤدي إلى أنه بيزيد الضغط على الاقتصاد. يعني لو تخيل مثلا أنه في دولة زي العراق في الصيف الماضي الحكومة قفلت لمدة يومين بسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي هي كانت أكثر من 50 درجة مئوية، ممكن يؤثر على الطلبة اللي هم موجودين في مدارس عامة اللي ما فيهاش أي مصدر مثلا للتكييف أو أنه هو يقلل درجة الحرارة. فبالتالي الأجيال القادمة هتعيش في جو أكثر صعوبة، وبالتالي عملية التكيف مع هذا الجو بتفترض أنه يبقى فيه إنفاق على كيفية أن أنت تقلل من درجة الحرارة خاصة في المناطق الحضرية. يعني أغلب السكان مثلا في منطقة العربية دلوقتي بيعيشوا في مناطق حضرية اللي هي أصلا درجة الحرارة في المدن بتكون أعلى بسبب كمية المواد البناء والخرسانة اللي بيتم استخدامها، بتكون حتى أعلى من المتوسط العادي. وبالتالي ينبغي مراعاة في المباني وفي بناء الطرق وضرورة وجود مساحات خضراء لأنها ممكن تقلل وتخفف من درجات الحرارة. طب الجلسة ماذا تناولت؟ يعني هل قدمت أطروحات؟ يعني طبيعي أنه الحلول بتقدم في المؤتمرات العلمية على الأقل أو الاتفاقيات الكبرى مثل اتفاقية باريس، لكن ماذا تم؟ لا، ما في شك أنه في الجلسة كان في بعض العلماء وهم مصريين سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا، كانوا بيتكلموا على كيفية أن احنا نزيد من استخدام الطاقة الجديدة المتجددة زي الطاقة الشمسية، أو يعني أن هي من طبعا لكنها مكلفة للغاية. يعني هو لو احنا استخدمنا آليات السوق هيبقى من الصعب جدا ان احنا نتحول الى نمط اخر. يعني هنا مسألة ان احنا نترك الامر لآليات السوق صعب جدا. هناك مزيج من الطاقة حسب ما افهم، يعني انت تضع طاقة الرياح بشكل ما، صحيح. تضع يعني لابد من الوقود الاحفوري وغيره، تستحدث انواع استحداث الطاقة للاستخدام الادمي. يعني هو في الرياح وفي الطاقة الشمسية، هم وطبعا في طاقة في الدول اللي فيها مصادر مساقة مياه بتستخدمها، لكن في المنطقة العربية وفي مصر أنت تصنع مساقة المياه أحيانا؟ ممكن تصنع مساقة المياه، ولكن هتقدر أن هي يعني تكفي قد إيه؟ طبعا هذا المزيج لغاية دلوقتي الكفة في موجودة في الوقود الأحفوري. يعني عشان أدي مثل انه في 100% من استخدام الطاقه في العالم 80% وقود احفوري، يعني هذا ال 80% لازم يتلغوا او ان هم يقللوا بما فيها الفحم. الفحم طبعا هو اكبر اكثر شيء، وبعدين البترول، وبعد كده الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي ابتدى يزيد بشكل كبير في السنوات القليله الماضيه. المزيج ده ينبغي ان هو يتراجع في مواجهه الطاقه الجديده، يعني زي الميه والرياح او الطاقه النوويه. طبعا مش اغلب الدول اللي عندها هذه القدره ان هي طاقه لا تلوث، لكنه احد الحلول الجديده المستحدثه المهمه. صحيح، لكن هو طبعا فيها مخاطر. يعني مثلا نشوف اللي حصل في اليابان من عده سنوات في فوكوشيما، وبالتالي قفلت اليابان معظم المحطات الطاقه النوويه فيها وابتدت تعود الى استخدام الفحم. فهنا احنا المشكله انه الحضاره اللي احنا بنعيش فيها يقال عليها حضارة كربونية. هذه الحضارة الكربونية كيف تنتقل منها إلى حضارة تعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة؟ لو ما فيش أي حوافز للطاقة الجديدة المتجددة هيبقى من الصعب أن أنت تعتمد فقط على آليات السوق. صحيح أنه السعر الطاقة الشمسية ابتدى يقل، لكن لا يمكن ينافس حتى الآن مع السعر النفط اللي هو أصلاً منخفض. يعني هناك اكتشافات قد تبدو جديدة، لكن يبدو أن العالم بعد 100 عام لن يجد نفس الوقود الأحفوري الموجود اليوم.
لكن احنا لو استنفذنا هذه الطاقه معناها ان العالم هيتحرق. يعني احنا لا تخيل لو متوسط درجه حراره طلع فوق 3 او وصل 4. صحيح انه احنا ما بنتكلمش هنا عن يوم القيامه او انه هيحصل، لكن المشكله انه يوم القيامه بيحصل في الدول الضعيفه. يعني متخيل ان دوله زي الصومال 10% من السكان منها يضطروا الى النزوح بسبب الجفاف. صحيح المواطن يمكن اللي عايش في اوروبا او في الولايات المتحده الامريكيه او في دول اخرى قويه لن يعاني مثل هذه الدول. هذه القصص لا يلقى عليها الضوء بمثل القصص مثلا لما يحصل اعاصير في الولايات المتحده الامريكيه. يعني انت بتتكلم على في يعني، وهنا ممكن يعني اتحدث عن خطه عمل 2030 اللي هي بتقول حتى لا يتخلف احد عن الركب، بمعنى ان كل الناس في العالم ينبغي ان احنا نعتني بهم. طيب يعني هذا هو موضوع الجلسه الثانيه، والجلستان مرتبطتان ببعضهما يعني. لكن دعني اسال حضرتك اولا، لماذا 2030 تحديدا؟ وماذا يتوقع؟ يعني لم يتبقى الكثير، يعني ما انجزه العالم في 50 سنة ربما اساء لبعض المناطق كما حضرتك تحدثت، وربما السنوات المقبله قد ينجح البعض وقد لا يلحق البعض. لان هو برضو ما نكونش متشائمين انه في السنوات الخمسين الماضيه حصل تغيير كبير جدا. اولا معدل الفقر في العالم تضاءل لحد كبير، يعني دوله زي الصين قدرت ان هي تقريبا تقلل الحجم بشكل فظيع، وكذلك حصل في مناطق اخرى. ولو لقيت انه اغلب سكان العالم في نسبه كبيره جدا منهم متعلمين حتى في الدول الفقيره اكثر بكثير من السابق. حضرتك بتحدث عن نسب وليس اعداد. طبعا عن النسب، لكن نشوف كمان مثلا العمر المتوقع، يعني بيزداد عمر الانسان بيزداد طبعا. فانت يعني في تحسن بيحصل. المشكله دلوقتي ان انت ازاي ان هذا التحسن يستمر، وازاي ان انت تعيد هيكله نمط النمو الاقتصادي اللي هو بيعتمد على الوقود الاحفوري. طيب ماذا طرح في الجلسه الخاصه بالتنميه المستدامه؟ يعني هو طبعا الجلسه الخاصه بالتنميه المستدامه كان الحديث اصلا على كيف يمكن الدول انه تسرع من تنفيذ الاهداف. يعني هي 15 سنه من 15 ل 20 ل 30، لانه قبل كده كان في اهداف المائيه الالفيه اللي هي كانت من 2000 ل 15، وبالتالي تم اخذ 15 سنه، لكن هي تختلف تماما عن الخطه السابقه. الخطه السابقه اللي هي اهداف المائيه الالفيه كانت تستهدف فقط الدول الناميه، وبتركز على الحدود الدنيا من التنميه، بمعنى انت عايز تقضي على الفقر، عايز تقضي على الجوع. لكن خطه عمل 2030 ليست فقط موجهة للدول النامية، هي موجهة للعالم ككل، وتم إدماج فيها أهداف كثيرة جدا اللي هي مثلا زي العمل اللائق أو تقليل من المساواة، وكذلك قضية تغير المناخ اللي هي عدم المساواة. يعني طبعا هذه الأهداف تم يعني تبنيها في سياق تاريخي أيضا ينبغي أن لا نجهله، لأنه الأزمة المالية العالمية 2008 كانت واضحة جدا أن هي لازم العالم كله يتكامل ويشتغل بشكل يعني منسق للتعامل مع قضايا ممكن تهدد الأمن العالم كله، يعني زي قضية انعدام المساواة في المجتمعات ممكن تؤدي إلى كثير من النزاعات، وأيضا قضية تغير المناخ، وأيضا انعدام فرص العمل. يعني هي خطة أكثر منها بتنظر إلى المستقبل بعين أيضا أنه مفترض أن أنت تحافظ على هذا الكوكب من النزاعات اللي ممكن تحصل فيه، لان احنا النهارده 7.5 مليار، ممكن بعد كمان 20 سنه هنكون 9. ففرص العمل لو انت بتفكر كمان على انه ممكن يحصل ان انت تعتمد اكثر على الروبوت مثلا في المستقبل، ففرص العمل هتكون موجوده فين؟ يعني لما اتكلم على الذكاء الاصطناعي ممكن جدا هو يسحب جزء كتير جدا من الفرص اللي موجوده ويبقى فرص العمل اقل. فهنا التفكير اللي كان موجود وفي الحوارات اللي كانت موجودة بين الدول اللي استمرت يمكن 3 سنين كانت النظرة للمستقبل ان احنا محتاجين يبقى في تعامل وثيق بين الدول بحيث ان التقدم يبقى على نفس النمط، ما لا تترك احد في الخلف. وهذا من مصلحة الدول الكبرى ايضا طبيعي، ليس طبيعي فقط طبيعي الدول المتأخرة. لكن هذا الحقيقة بتدخل مسألة ندرة المياه في صحيح الموضوع بشكل صحيح كبير، مهدد خطير للإنسانية وقيم النزاعات أو الحروب. لكن ماذا تم خلال الجلسة من طروح؟ طبعا تم يعني هو كيف يمكن كل دولة أن هي تبتدي تنفذ خطة عمل 2030، لأنها بتفترض أن أنت عندك 17 هدف
17 هدف رؤية شباب أيضا يا دكتور. صحيح. يعني هو رؤية الشباب طبعا تم إدماجها في خطة عمل 2030، لأن الأمم المتحدة عندما قامت بإعداد الخطة يعني عملنا استطلاع للرأي في حوالي 8 مليون شاب في العالم علشان يحددوا إيه الأولويات اللي هم بيحبوا يختاروها، وإحنا في يمثلوا عينة من مختلف دول العالم، وإحنا كان عندنا عينة أيضا من المنطقة العربية. طبعا كان أغلب الشباب في المنطقة العربية بيركز على قصة طبعا التعليم كان أول شيء، وتاني شيء فرص العمل، وبعدين الصحة. يعني فبنعرف إيه اهتمامات كل الشباب في كل منطقة في العالم. لكن تنفيذ الخطة هو تحدي أيضا للحكومات، لأنه هو بيفترض الحكومة تعمل بشكل متناسق جدا، ونحن ننسى الفكر القطاعي أن كل وزارة بتشتغل في القطاع بتاعها ويبقى ما فيش تنسيق، وبالتالي من المطلق عليه اللي هو التنسيق اللي بيكون على المستوى الأفقي، بمعنى أنه الوزارة تعمل كوحدة واحدة يعني مجلس الوزراء، وبعدين أيضا في كل هدف من الأهداف ينبغي أن يكون في تخطيط بين الوزارات. يعني نتكلم على موضوع الفقر، هو ليس اهتمام وزارة واحدة، في وزارات عديدة ينبغي أن تعمل كلها بنفس التنسيق. معظم الوزارات حتى نقدر أن احنا نقلل من نسبة الفقر في المجتمع. التحدي الآخر اللي موجود هو قضية القياس، يعني عشان تقدر تقيس التقدم اللي بيحصل لازم تكون عندك بيانات. الدول وافقت على 232 مؤشر، الأجهزة الإحصائية كلها في العالم بما فيها مصر. 32 مؤشر احنا عندنا 84% منهم مفيش بيانات عنهم، وبالتالي الدول لازم تحسن من قدرتها على القياس. لانه علشان تقدر حتى تعمل تقرير وتقول هي عملت ايه لازم يكون عندك بيانات. وبالتالي احنا كنا بنركز في هذا الحديث على القياسات في صحيح العالم كله. صحيح. يعني هو 32 مؤشر، 232 مؤشر منهم اغلبهم لازم يكون في طريقه واحده للقياس. يعني زي مثلا في التغير المناخ نتكلم على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ما هو لازم كلهم يقيسوا بنفس الطريقه. واما في دول مثلا بتكون عندها انبعاثات اكثر، والشفافيه طبعا مطلوبه. يعني اخيرا قبل ان اختتم هذا اللقاء، لا اريد ان اكون متشائما، لكن الى اين يسير العالم يا دكتور؟ لا انا اعتقد انه شوف العالم والانسان دايما قادر على انه يتاقلم مع ظروف صعبه جدا. يعني اذا كنا احنا الإنسانية عاشت في ظروف أصعب من دلوقتي بكتير، لكن المهم جدا يعني وأنا واثق طبعا أنه كل الازدحام على الكوكب صحيح، عن مليارات، لكن إحنا يعني كنا دايما بنتكلم أنه في أزمة غذاء، لأن النهاردة 7.5 مليار وما فيش أزمة، يعني بتحصل أزمات في المناطق اللي بتكون فيها ندرة أو إحنا ما نقدرش نوصل لها. لكن المشكلة أنه ما يكونش في ناس تعاني أكثر من الآخرين، هي دي، لأن إحنا ابتدينا نعرف عنهم أكثر. يعني بتكلم عن أزمة لجوء أو هجرة، قبل كده كانت الناس ما بتسمعش عن اللي بيحصل، لكن بسبب التواصل وبسبب استخدام وسائل. ولا ممكن ولا ده مثال شوية دكتور؟ اللي هو إنه لا يعاني البعض أكثر من البعض، يعني هذا لم يكن أبدا. لا لأنه فعلا في دول كتيرة قدرت إن هي يعني تقضي على الفقر أو تقلل من حجمه. لكن دول أخرى لا. يعني لكن دول أخرى لا. فهو ازاي ان انت تقدر تساعد هذه الدول؟ لان هذه الدول لو ما قدرتش انها تحسن من وضعها بيحصل اولا خلل امني. يعني حتى هذه الموضوعات لما بتروح لمجلس الامن، مجلس الامن ناقش اكثر من مره موضوع تغير المناخ، لكن ما كانش فيه توافق في الاراء كيف يتم التعامل معه، لان ممكن يحصل انهيار امني في الدول اللي ما عندهاش موارد. هذا الانهيار بيؤدي الى ان انت بتضطر ان انت تبعت بعثه للامم المتحده. خلل في المنظومه العالميه. صحيح الدولية. صحيح صحيح. شكرا جزيلا لوجودك معنا يا دكتور، والحقيقة يعني أشكرك أيضا على المساهمات المتميزة في منتدى الشباب خلال أيام عمله. الدكتور عادل عبد اللطيف مستشار شؤون الاستراتيجية للمنطقة العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شرفتنا. ويتبقى أن أشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، دائما الشكر موصول، أترككم بأمان الله.